طفلة عمرها 8 سنين لما شفتها. كان مفروض تكون صف تاني. نازحة من سوريا. ملك المميز بقصة ملك انه لما شفناها بالشارع عم تبيع محارم كانت تشتغل هي واخواتها. مميز بقصة ملك انه هي طلبت بشكل واضح وصريح, اجت لعنا وقالت انه تعوا معي على البيت انا بدي غير حياتي. قرار ملك بهديك اللحظة انه تعوا معي على البيت لغير حياتي هو غير حياته وحياتي, غير حياة ملك. ملك هلأ صارت بالمدرسة, لسات عم تبيع محارم بس صارت بالمدرسة بالمسائي. بس انا من بعد ملك ما عاد شفت اطفال غير من عيونها. ملك كان عندها القدرة وعندها الخيار لتغير حياتنا وتغير حياتها, بس الأطفال الآخرين ما عندهم هاي القدرة. ومن هون أنا حسيت إنه قديش مهم شغلي مع بقية الأطفال اللي مثل ملك, وقديش مهم نساعد الطفل اللي ما عنده هاي الجرأة أو اللي ما بيعرف إنه هو قدران يحكي أو يطلب إنه أنا بدي غير حياتي لحياة أفضل أو أنا عندي حق إنه أعيش حياة أفضل. لهيك أنا مآمنة جداً بشغلنا, بأنه الآخر عنده حق مثل حقك, بأنه يعيش مثلك أو يعيش أفضل أو يختار اللي بده إياه على الأقل.